لماذا نتعرض أحيانا للصدمة الكهربائية؟ كل ما يحيط بنا بما في ذلك أجسادنا يتكون من ذرات صغيرة تتكون بدورها من جسيمات مشحونة كهربائيا، من بروتونات موجبة الشحنة في نواة الذرة، وحول نواة الذرة تدور الكترونات سالبة الشحنة. لذا فجسمنا مشحون بشحنات موجبة وسالبة، وفي العادة الشحنات تتعادل دون أن نلاحظ. فالرطوبة في بشرتنا وفي الهواء تضمن ذلك، لكن إذا كان الجو بارداً وجافاً فلن يتم تبادل الشحنات بشكل جيد. وعندما نسير بنعال مطاطية على سجادة من ألياف صناعية تتزود أجسامنا بشحنات كهربائية مع كل خطوة، وبسبب الاحتكاك تنتقل الإلكترونات إلى باطن القدم أثناء المشي وتتجمع في الجسم، ولأن المطاطة مادة عازلة لا تتدفق الإلكترونات من جديد إلى السجادة. نفس الشيء يحدث في هذه التجربة لأحد الطلاب. شريط مطاطي يدور في الداخل ويشحن الكرة المعدنية بالكهرباء. هذه الشحنة تؤدي إلى ارتفاع الألياف البلاستيكية وكذلك الشعر على أجسادنا، فإذا لامس الجسم مادة موصلة للكهرباء أو جسما ذا شحنة معاكسة يحدث تبادل مفاجئ للشحنات، ويمكن أن يتدفق ما يصل إلى 35 ألف فولت عبر جسمنا. إنه أمر مزعج لكنه غير ضار. ولكن إذا حافظنا على رطوبة الهواء في المنزل والمكتب ووضع الغسول على البشرة وارتدينا أحذية ذات نعال جلدية وملابس مصنوعة من ألياف طبيعية كالقطن، فيمكننا تجنب هذه الصدمات الكهربائية.